ب 4000 جنيه في اليوم. ده عربون ويوم بيوم تاخدوا حقكم. ده وسعادتك عايز السواقين برخص ولا بدلاليب؟ لو البطائق متقطعه يبقى احسن. ويوم الانتخابات عايز 5 عربيات نقل كبار و10 عربيات نص نقل بميكروفونات. علم ونفس يا سعاده الباشا. شرفت يا باشا، نورتنا. الف سلامه يا باشا. ايه الدمال ده؟ بس مش غريبه يعني انه يدي بنفسه في الحته اللي معاه في النادي. هو مين ده يا عمي؟ ابو تريكه. صوت من اجل كفاح الديمقراطيه، من اجل صراع الحريه، من اجل قتال الاخر. قول كلمتك في الحدث الديمقراطي التاريخي. احنا شعب انتصر في حرب 73 سنه 6 اكتوبر. احنا شعب بيعمل المحشي يقول النكته، شعب طيب، شعب ولد حلال. رد الدميل، رد الدميل يا صاحب الفقر. الفقر غربة في الوطن، مالوش لا ظهر ولا تمن، يهلك ويشقى سنين ويدوب يجيب حق الكفان. ليه البلد محنية محنية شايل عذاب، مرهونة على زلزال. طب مين اللي قال ملها؟ ومين كان زملها؟ ومين واقف وياها وياها ورد المحن؟ كده فردت ونقدر نتجوز. ألف ألف مبروك يا عمي، وأول عيل هتطمئن البوز وأضربه بالشبشب. بقول لك يا كرم، أنا عايزك تيجي معايا، أنا سايب المعلم حجاج طاير في الدكان، تيجي نسترضيه بكلمتين ونخلص الموضوع ده. بقول لك إيه يا عم كرار، قوم ورينا عرض كتافك وروح قول له كرم غبابي يقول لك ما عندوش بنات للدواس. يلا عيب يا كرم، الناس شاريينكوا قوي. يا عم لو شاريننا أنا قلت له شرطي وهو عارفه. يلا بعد إذنك عشان دي فلوس ناس. يلا وده شيء ناس. خبر إيه؟ وتاني ما قول قول يشربت غرب كيفك. راح فين يا دلعت ابوك؟ هو ايه اللي راح فين؟ رايح فين بقول لك؟ هو اللي بيحصل جوه. يا لهوي. طب انا هاخد الحاجه. فين حساب الحاجات دي؟ ما تلحق يا طلب. تلاته بالله العظيم، ما انت ماشي من غير ما تفتح الحاجات دي. ايه ايه في ايه؟ روح انت منجي، حسابك وصل. ايه مالك؟ خصم خراب بيوت ده، هو مفيش احساس؟ ما عندي سعاد والطاف وغيرها، تعال تجيب الفوق. حسب لك تعالى ولد السود انت، ما انت تمشي امي، امي احسن من امك. امك انت قلت لها بالسود. تعال بعد عني، ده راجل سليمان. كفايه قلت لك الله. ايه وانت يا حيله؟ يلا على ابوك قول له انهم ضربوني. ايه ساش كمان تقول له ان خدنا الفلوس اللي في الجرد كلها. مخ يخرب الدنيا لما يقول له. يخرب ولا حاجه، ايش حاجه مش هيقول له، هيخاف. سرحان في ايه يا واد؟ مالك؟ ولا حاجة يا رب. العروسة لحست مخك ياك. السلام عليكم يا أبو الحاج. عليكم السلام. ايش حات؟ قلت له؟ قال لي على ايه؟ على الطلاق. انت واد خايب وتستاهل اللي يعملوه فيه. بتسكوا بقى يا كرار، اسكوا. في ايه يا شحت؟ ولا حاجة يابا، مفيش حاجة. في ايه يا كرار؟ مفيش حاجة يابا. لا في اخواته يا أبو الحاج بهدلوه. يابا عشان خاطر يابا بلاش تعمل لهم حاجه. يابا دول اخواتي برضك يابا. يا ابو الحاج انت تاكلوا صار فيكم اللقمه يا اوساخ. خير يا حد؟ مالك في ايه؟ عارفين ايش في ايه؟ في ايه بس؟ ايه طب شحاتة ده كذاب وعايز يوقعك فينا. برا يا نجس منك. ليه برا؟ درج الفلوس من النهارده مع شحاتة، هو اللي هيحاسب وهو اللي هيطلع لكل نطع منكم مصروفه. امشي كمان، امشي. طيب يا شحاتة. ماشي. قلت بالله العظيم ما قلت له حاجه. على يد يا جماعه، عش حتى ما قالش لابوكوا حاجه. ابوكوا عرف من بره. هو اللي جاي له. جبت لك هديه معايا يابا لو عجبتك. ليه عندك طلب؟ جبت ايه يا شحات؟ جبت لك السيره على شريط. مد يدك يا شحت، هات صوره الرئيس شمال شويه، غطي بيها الشرخ بتاع الحيط. الشرخ كبير قوي يابا، الصوره ما تغطيش كلها. يا تغطي اللي تقدر عليه. يا سلام.
تعرف بحب عم جابر ليه؟ ليه يا؟ عشان بيفكرني بجدك الله يرحمه. مش على ربابة يا؟ كان لما بيمسك الربابة كان بيبك جمال، وكان أجدع رقاص في الصعيد كله. أطلب طلب يابا؟ أطلب يا شيخ. أمانة عليك يابا، يعني ترجع دوجة فلوس للطلب. ميزتك إن قلبك حلو، ما يعرفش يكره، وعيبك إنك طيب زيادة عن اللزوم. ما تخافش عليا يابا، أنا برضك وسط إخواتي مش وسط ناس غرب. يا أخي بطل ودودة. لا ما هو مش حيبطل رط إلا ما خليه يضربنا بالنار. عايزين تعرفوا كنت بقول لشحاته ايه؟ انا هكتب لشحته الدكان. ادخل وعاد نام لو عرفت. ايوه ترى ايه يا طالب انت وسالم، وانت تشطر علي انا؟ طب الشطر انتوا خدوا حقكم، انا دفعت عن اختي. يا اختك بقى ليها ورث في الدكان يا كرم. اه مش هتبقى مرات شحاته. انا كل غرضي اضمن حق شحاته منكم، ده انتوا غلان. انت يعني يا كرم اللي يطلع قلبك على اخونا اكتر منيني؟ لا يا اخي انا قلبي على اختي، اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، لا اب ولا ام ولا اخ، كله راح في السيح وعمره الضف ما يبقى ميه. بقى يا تيس، حد يعمل عامله زي دي؟ انت عايز العيال تموت بعض؟ شحاته هو اللي هياخد باله من الدكان، وهو اللي هيدي اخواته حقهم، اما طالب وسالم يستولوا على الدكان ويطردوه بعد موتي بساعتين، غدارين زي امهم. انت بتاخد بطارك من امهم فيهم يا راجل انت؟ ولا انت خايف تصارح نفسك بانك خايف من الواد كرم الصايع لا يحرم شحاته من بيسه فبتنفذ كلامه؟ بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين يا حجاج؟ صراحه يمكن يكون عندك حق يا دكتور، الواد كرم طلع عن طوعي وغلط فيا، وانا كبرت وما بقيتش زي زمان. خلاص يبقى تدي كل واحد فيهم حقه حسب الشرع. هما فين العيال؟ أمر يا دكتور. خلاص يا شحات ابسط، أبوك رجع في كلامه وحينفذ رغبتك. روح بقى فهم إخواتك إنه كان بيهددهم مش أكتر. صف الله. اسمع كرم، بس خين عمك حجاج حيقلب على الكل، خليها نايمة أحسن. يعني السلام عليكم. أهلا بدوز أختي، تعالى دمب هنا تعالى. بس كده بقينا اتنين اتنين، لو ليكوا شوك بقى في أي حاجة إحنا جاهزين. جاهزين ليه يا كرم؟ انا جاي عشان اقول لاخواتي ان ابويا كان بيهددهم، بس لا كتب ولا هيكتب لي الدكان، وادي مفتاح درج الفلوس اهو، قال لي رجع الطلب. ايه بيجي كده؟ طيب خرب لي بيوت مردله، مالكش جواز عندي يا شحات. انسان يا كنت حبيبك وجوز اختك وديلك، مالكش جواز عندك؟ كل ده عشان الفلوس والورثه يا كرم، اخسرت الرجال يا اولاد. لا يا كرم مالكش حق، اخسرت الرجال يا صح. اهو ديك انا عايز يقطعك قبل ما تيجي، ودلوقتي بتحامي له. خبر ايه؟ انت مالك انت يا طلب؟ جواز بالعافيه ولا ايه؟ اخته مش عايز يتجوزها، هو حر. حر في ماله؟ حر في نفسه، بس مش حر في بيسه. اختك هتجوزها برضاها غصب عنك، هتجوزها.